السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت في الدرس بتاع الليلة اللي فاتت، قلنا هنصارع الشيطان لأنه استخدم بعض شياطين الإنس في إن هم يشككوا بعض المسلمين في دينهم، فوقفنا قدامه وصارعناه ووضحنا للدنيا كلها إن الإسلام عمره ما انتشر بحد السيف، بل انتشر بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جه الشيطان مرة تانية بذكائه ودهائه حب يثير شبهة تانية، هم دول الشبهتين بس اللي أتكلم عنهم لأنهم أخطر شبهتين، وحب إنه يشكك مش في الإسلام وبس، لا، حب يشكك في نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول ده نبيكم يعني كان بيتجوز كتير قوي، وكان شبه تعدد الزوجات وشبه زواجه في سن مبكرة من عائشة رضي الله عنها وارضاه. والنهاردة هنقف له بالمرصاد ونقول له هنصرعك وانصارع كل شياطين الإنس اللي اتكلموا في حق نبينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهنقول للدنيا كلها بفضل الله ما عندناش حاجة في ديننا تخلينا نخجل أو نتكسف، ما عندناش حاجة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم تخلينا نخجل أو نتكسف. بتقولوا إيه عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بتقولوا نتجوز كتير؟ تعالوا نشوف الشبهة دي، تعالوا نشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها لآخرها. هتلاقي أن حياة النبي انقسمت لخمس مراحل. المرحلة الأولى حبايب قلبي من سن من يوم ما اتولد لحد سن 25 سنة بلا زوجة. طب ومن سن 25 ل 50 زوجة واحدة أكبر منه ب 15 سنة ومتجوزة قبل منه مرتين ومخلفة. والمرحلة الثالثة من سن 50 لما ماتت أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاه، من سن 50 ل53 بلا زوجة، ومن سن 53 ودي المرحلة الرابعة، ومن سن 53 لسن 55 زوجة واحدة أكبر من النبي في السن، أسن منه صلى الله عليه وسلم، ليه؟ السودة بنت زمعة. وبعدين ومن سن 55 ل63 اللي آخر 8 سنين عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، هي ديت اللي عدت فيها، وهي دي الفترة اللي انتشرت فيها الأحكام ونزل فيها التكاليف كلها وشرع فيها الجهاد، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكتر وأكتر بالدعوة وبالجهاد في سبيل الله، وكان كبر سن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن أن يقال أن الزواج ده كله كان من أجل شهوة؟ لو كان من أجل شهوة كان اتجوز النبي عليه الصلاة والسلام من سن 25 ل50، وانتوا عارفين أن قوة النبي كما أسلفنا أكثر من مرة أن قوة النبي ب4000 رجل. حد بعد كده ممكن يشك في ان الجواز ده كان جواز من اجل شهوة او غير ذلك؟ تعالوا نشوف ايه الحكمة من تعدد زوجات النبي. قعدنا ندرس الموضوع ولقينا انها فيها حكم كتيرة جدا، لكن الحكم دي كلها فعلا تندرج تحت اربع حكم: الحكمة التعليمية، تاني حاجة الحكمة التشريعية، ثالث حاجة الحكمة الاجتماعية، رابع حاجة الحكمة السياسية. تعالوا نشوفهم بسرعة بعد ما تصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. اول حاجة الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة التعليمية. النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يعلم المسلمين رجالا ونساء. طب النساء ليهم أسئلة محرجة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها. يعني ممكن المرأة تأتي إلى النبي وتسأله أسئلة محرجة مش قادر يرد عليها، طب يعمل إيه؟ لابد من وجود واحدة ترد على النساء. طب واحدة مش هتكفي، فلابد من أكثر من زوجة يتعلموا كلهم، فلما تيجي النساء يخشوا ويتوزعوا على زوجات النبي، فدي تسأل أم سلمة، ودي تسأل عائشة، ودي تسأل جويرية، ودي تسأل صفية، ودي تسأل حفصة، وهكذا، فتتعلم نساء المسلمين. يدي مثال بسيط: دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم وسألت النبي عن كيفية الاغتسال من المحيض، فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة من المسك وتتبعي بها أثر الدم. فقالت: كيف أتتبع أثر الدم؟ فوضع النبي يده على وجهه وقال: سبحان الله سبحان الله، تتبعي بها أثر الدم. فأخذتها عائشة وقالت: افعلي كذا وكذا. سؤال محرج، والنبي عليه السلام مكسوف يرد عليها. تأتي أم سليم عند النبي عليه السلام في يوم ما كان عند أم سلمة وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: لقد فضحت النساء، أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي: فبما يشبهها الولد. فأسئلة محرجة، فكان لابد من نساء عشان يوصلوا العلم ده للنساء. وانتوا عارفين أن سنة النبي ما هيش قوله بس، قول وعمل وإقرار.
فكان لابد من وجود مجموعة من النساء في بيوت النبي عليه السلام علشان ينقلوا العمل القول والعمل والإقرار للأمة كلها من خلال أن نساء النبي يتعلموا فيعلموا نساء الأمة. أدي الحكمة التعليمية. الحكمة الثانية يا جماعة هي الحكمة التشريعية. تأتي حكمة زي حكمة إبطال عادة التبني. كانوا في الجاهلية الرجل ممكن يتبنى ولد صغير وبعدين يعتبره ابنه ويكتبه باسمه ويعطيه الحق بعد ذلك في أنه يجلس مع نساء الأسرة، خلاص بقى واحد من العيلة ويرث بعد ذلك. فجاء الإسلام ليبطل عادة التبني، تمام، ويرحم فيما عدا ذلك، يرحم الأيتام ويرحم الأرامل ويرحم، لكن لا يعني لا بد أن يبطل عادة التبني. تأتي إزاي؟ تأتي من خلال أن النبي عليه السلام هو نفسه يتبنى زيد بن حارثة ويسميه زيد بن محمد، وبعد كده يكبر زيد عند النبي صلى الله عليه وسلم ويروح النبي مجوزه من بنت عمته اللي هي زينب، زينب بنت جحش اللي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القرشية الحسيبة النسيبة الجميلة الوضيئة، فتتزوج من مولى من الموالي. رفضت في بداية الأمر ثم بعد ذلك وافقت، وحدث ما بينها وما بين زيد بن حارثة بعض المشاكل وطلقها بعد ذلك، فكانت المكافأة أن ربنا يأمر بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فالناس قالوا الله ده محمد صلى الله عليه وسلم هيتجوز زوجة ابنه زيد، فنزل قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فأبطل عادة التبني. فكان تعدد النبي وزواجه من زينب بنت جحش من أجل أن يبطل عادة التبني صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثالثة الحكمة الاجتماعية. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان في ناس قريبين منه جدا، وكان أقرب الناس إليه كانوا الأربعة اللي هيبقوا الخلفاء الراشدين من بعده، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فيروح النبي متجوز بنات اتنين منهم ويجوز اتنين منهم من بناته. يجوز مين؟ يجوز عائشة بنت أبي بكر اللي قدم كل الخدمات وخدم الإسلام خدمات لا تكاد تحصى أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وتجوز بنت عمر بن الخطاب اللي هي حفصة بنت عمر إكراما لعمر وزيره المخلص الثاني. يبقى تزوج بنت أبي بكر وزيره المخلص الأول، ثم تزوج حفصة بنت عمر وزيره المخلص الثاني، ثم زوج بعد ذلك عثمان بن عفان من رقية، فلما مات زوجها من أم كلثوم، زوجه من أم كلثوم، وزوج علي بن أبي طالب من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دول وزراء الأربعة ودول الخلفاء الراشدين اللي لازم هيحتك بيهم كتير ويحتك بيه كتير. فإكراما ليهم صلى الله عليه وسلم أكرمهم بأنه جوز بنات بنت أبي بكر وبنت عمر، وجوز عثمان من بناته الاثنين، عشان كده يسمى ذو النورين، لأنه الوحيد اللي جوز بنتين من بنات النبي وزوج علي من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. الحكمة الرابعة حكمة سياسية. حكمة سياسية أن النبي حب أنه هو يربط بطون القبائل بالإسلام والمسلمين علشان يحموا الإسلام ويحموا شوكة المسلمين ويحافظوا على الدين دوت ويحموا النبي صلى الله عليه وسلم ويقدر يبلغ دعوته للكون ده كله. فمن ضمن الأشياء اللي حصلت على سبيل المثال إن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بني المصطلق وقعت في يعني وقعت جويرية بنت الحارث اللي هي بنت سيد بني المصطلق وقعت في سهم ثابت بن قيس، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه أنه يعينها بالمال حتى تفدي نفسها تدفع الدية، ويعني إيه تفدي نفسها عشان تصبح حرة مرة أخرى. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليها أمر آخر، طب ما بدل ما تدفع الفدية بتاعتك ما أنا أدفع لك الفدية وأتجوزك، فوافقت على ذلك فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المسلمون سبحان الله أصهار رسول الله تحت أيدينا، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث اللي هو سيد بني المصطلق، فراحوا أطلقوا جميع الأسرى. فلما بنو المصطلق رأوا هذا الخلق الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب النبي أسلموا جميعا. فكانت أمنا عائشة تقول كانت أعظم النساء بركة على أهلها جويرية بنت الحارث، فبإسلامها وزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قبيلتها كلها. ومن ضمن أيضا المشاهد الجميلة من سبب التعدد من الناحية السياسية زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي بن أخطب اللي هو سيد يهود خيبر. في غزوة خيبر وقعت صفية بنت حيي بن أخطب في سهم دحية الكلبي، صحابي جليل. فواحد جاء قال له يا رسول الله وقد وقعت صفية في سهم دحية الكلبي وأنت أولى بها يا رسول الله، فهي بنت سيد القوم فما ينفعش أنها تكون مع واحد من الصحابة، تمام. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليها صلى الله عليه وسلم حاجة من الاثنين، جاب دحية الكلبي وقال له خد واحدة مكانها من السبي وسيبها،
وعرض عليها حاجة من الاتنين، إما إن هو يعتقها ويتزوجها، وإما أن يطلق سراحها وترجع إلى أهلها. فلما رأت هذا الخلق العظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم وافقت على أن يعتقها وأن يتزوجها، وأصبحت بعد ذلك بعد أن أسلمت صفية بنت حيي بن أخطب بنت سيد يعني بني بني النضير، أصبحت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك وأخيرا تزوج حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان، أبو سفيان اللي كان بيعادي المسلمين وبيحارب المسلمين، بنته أسلمت وسافرت مع جوزها إلى بلاد الحبشة، هاجرت، فمات زوجها في الغربة، علم النبي بذلك أرسل إلى النجاشي وقال له عايز أتزوج من رملة بنت أبي سفيان، عقد النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم على رملة بنت أبي سفيان وأصدقها 400 درهم ولا يعني سبحان الله، وأكرمها غاية الإكرام وأرسل معها الهدايا، وعادت بعد ذلك من الحبشة ليتزوجها النبي صلى الله عليه، وكان ذلك سببا في تخفيف العداء من المشركين على أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وفوق ذلك كله فكانت أغلب زيجات النبي صلى الله عليه وسلم من نساء ثيبات وليس أبكارا. وفوق ده كله إن كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرحلة الشباب أو في جل مرحلة الشباب كان يستطيع أن يعدد ولم يعدد النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق ذلك فسيرة النبي قبل البعثة منزهة عن أي شيء صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الشبهة الثانية ولكن بعد الفاصل. صلى الله على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. نرجع مرة تانية للمصارع وبنقول للشيطان اخسأ عدو الله، ما تقدرش أبدا أن أنت تستعمل أي شيطان من شياطين الإنس عشان يقضحوا في نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ما فيش حاجة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نستحي منها أبدا. شفنا قد إيه يا جماعة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه حكمة عظيمة، وكان فيه حكم عظيمة جدا من زواجه من أكثر من واحدة. قلنا الحكمة التعليمية إنه كان لازم يعلم نساء الأمة، وكان فيه أسئلة كتير محرجة ما ينفعش المرأة تتعلمها إلا من امرأة زيها، فكان لابد من وجود عدد من زوجات النبي يعلمنا نساء المسلمين. قلنا الحاجة التانية الحكمة التشريعية، كان لابد أن يبطل عادة التبني، وكان لازم يتم بترتيب من المولى عز وجل إنه يتجوز إنه يتبنى زيد بن حارثة ثم يعتقه فيصبح مولى، فيتجوز من زينب بنت جحش ثم بعد ذلك يطلقها فيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولوا لا ده اتجوز بنت أو زوجة ابنه، فيأتي قول المولى عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، فيبطل عادة التبني. الحاجة الثالثة الحكمة الاجتماعية إن كان لابد أن يقرب وزراء اللي هيبقوا من بعدين الخلفاء الراشدين المهديين، اتنين منهم النبي يتجوز بناتهم، يتجوز عائشة بنت أبي بكر عشان يكرم أبو بكر، ويتجوز حفصة بنت عمر عشان يكرم عمر، ويجوز عثمان بن عفان من بنت رقية ثم أم كلثوم، ويجوز علي بن أبي طالب من فاطمة. ودي كانت حكمة عظيمة جدا عشان يقربهم وعشان يوطد ما بين القبائل وعشان يوطد ويأسس دعائم الدولة الإسلامية. الحاجة الرابعة والأخيرة الحكمة السياسية إن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جوارية بنت الحارث، فأسلمت قبيلتها كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، يتزوج من صفية بنت حيي بن أخطب بنت سيد بني النضير علشان بعد كده يسلم عدد كبير جدا من أهلها بفضل الله سبحانه وتعالى، وتسلم هي وتصبح أم للمؤمنين، يتزوج من رملة بنت أبي سفيان عشان يكون بعد ذلك ده سبب لرفع الظلم والاضطهاد عن المسلمين. كانت حكمة عظيمة جدا تتلخص كلها في الحرص على نشر الدعوة الإسلامية. الحاجة التانية ترسيخ دعائم الدولة الإسلامية، لأن الخلفاء الراشدين دولت هم اللي هيحكموا الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة التالتة إن من نساء النبي من كان زواجه منها سببا في إسلام قبلتهم زي يعني جويرية بنت الحارث. الحاجة الرابعة والأخيرة إن من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كانوا أرامل، فكان منهمش حد زي أم سلمة وزي سودة بنت زمع، حد بعد كده يقدر يقول إن زواج النبي كان من أجل شهوة. وأسألك سؤال صغير، المولى عز وجل أباح للمسلمين، أنا مش هتكلم في موضوع التعدد، بس أباح للرجل هو يعدد أربعة، وعياذا بالله حتى لو ما حصلش توفيق بيطلق الأربعة ويتجوز أربعة، ده أيسر للإنسان ولا يتجوز تسعة وما يقدرش يبدل أبدا؟ لا يحل لك النساء من بعد، ده كلام ربنا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف الشبهة الثانية في عجالة سريعة.
عشان نرد ونصارع ونقول ما حدش يقدر يقرب من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الشيطان يستخدم أي شيطان من شياطين الإنس عشان يقول كلمة ويقضح في حياة حبيبنا ورسولنا وأسوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. شبهة زواج النبي عليه السلام من أم عائشة وهي عندها 9 سنين، كلام ده صحيح؟ كلام صحيح، حديث في صحيح البخاري ان النبي عقد عليه وعندها 6 سنين ودخل به وعندها 9 سنين. طب ازاي هنرد ازاي؟ خد معاك ورقه وقلم واسمع مني 7 حاجات في عجاله سريعه، هو ده اعظم رد هتسمعه ان شاء الله على اي حد يثير هذه الشبهه. اول حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم هو اعبد الناس واخشى الناس واتقى الناس لله. يسمع كلام ربنا ولا ما يسمعش؟ طبعا يسمع. طيب ربنا هو اللي امره ان يتزوج عائشه، يتجوز ولا ما يتجوزش؟ يتجوز. جبت منين الكلام ده؟ جبت الكلام ده من حديثين، حديث الأولاني في البخاري ومسلم، إن جبريل عليه السلام كان يأتي بصورة أم عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هقراه لكم. قال صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال، جاء بك الملك اللي هو جبريل في سرقة من حرير، يعني في قطعة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه فأقول: إياك هذا من عند الله يمضيه. في رواية الترمذي بإسناد حسن عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن جبريل جاء بصورتها في خرقة من حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فجاء الأمر من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج من عائشة. يسمع كلام ولا ما يسمعش؟ ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية، من المعلومة يا جماعة إن الفتاة في أرض الجزيرة أو في أي أماكن حارة بتبلغ مبكرا. يعني عائشة لما كان عندها 9 سنين رضي الله عنها وأرضاها ما كانتش بنت صغيرة وإنما كانت بالغة. خدوا بالكم إحنا لحد ولسه هنيجي بقى الموضوع ده، بس يعني عايز أقول إن في الأماكن الحارة البنت بتبلغ مبكرا. فعائشة في سن 9 سنين كانت ناضجة ومكتملة كأي امرأة رضي الله عنها وأرضاها. رقم 3، إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أراد إن هو يرتبط بأبي بكر وإن يرد بعض اللي عمله أبو بكر. أبو بكر يا جماعة أنفق كل ما يملك واستخدم كل ما يملك واستخدم أسرته كلها في خدمة النبي وخدمة الدعوة وخدمة الإسلام وضحى بكل حياته، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأنه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. إحنا من نقدرش نكافئ أبا بكر، ربنا هو اللي يتولى مكافأة أبي بكر الصديق. رقم 4، إن تنوع السن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلوب جدا. ليه؟ لأن النبي هو الأسوة والقدوة، عشان نعرف إزاي النبي يتعامل مع البنت اللي سنها صغير، وإزاي يتعامل مع الست اللي سنها كبير قوي، وإزاي يتعامل مع اللي سنها متوسط، وإزاي يتعامل مع البكر، وإزاي يتعامل مع الأرملة، وإزاي يتعامل مع الثيب، وإزاي يتعامل مع دي، فنعرف إزاي إن إحنا نتعامل مع أزواجنا، لأن النبي هو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. رقم 5، إن البيئة هي اللي بتحدد. كان في أرض الجزيرة في الوقت ده يا جماعة الزواج، زواج البنت في سن صغير كان منتشر جدا جدا، والدليل على كده حاجات كتيرة جدا أذكر منهم حاجتين. إن صفية بنت حيي بن أخطب بنت زعيم اليهود كان أول زواج ليها، لأنها جوزت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول زواج ليها وكان عمرها 11 سنة. حفصة بنت عمر بن الخطاب كان أول زواج ليها وعمرها 12 سنة. ولذلك ودي أهم نقطة احفظوها مني يا مسلمين، احفظوها مني، المشركين كانوا بيحبوا النبي، يحبوه ازاي؟ إذا كان دبروا 9 مؤامرات لقتله، طردوه من مكة، رموا سلة الجزور على ظهري، رموا الطراب فوق راسه، قالوا عليه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون وكل الكلام ده، ورغم كده لما اتجوز عائشة وعندها 9 سنين ما قالوش اتجوز عيلة صغيرة. فلو كانت دي التهمة كان أبو جهل اتهمه، وكان بلاش أبو جهل ما كان خلاص مات، كان الناس اتهموه، كان المشركين نفسهم اتهموه، لكنهم لم يتهموا النبي، فعرفنا أنها ليست تهمة. واضح يا جماعة؟ يعني لو كانت شبهة ما كانش في حد من المشركين فوتها للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مسكوها له وقفلوا على الواحدة. إذا كان قالوا عليه حاجات ما هياش فيه، قالوا ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وقالوا وقالوا، لكن ما حدش فيهم قال إن هو اتجوز بنت صغيرة، ولو كانت تهمة فعلا كانوا مسكوها له. يعني مثلا على سبيل المثال في مصر كان البنات من سن من 40 سنة فاتوا، يعني في السبعينات أو في الأربعينات أو الخمسينات، كانت الواحدة بتتجوز وعندها كم سنة يا جماعة؟ 18 سنة. ولو قعدت لحد سن 20 سنة بيعتبروها عن نسد. النهاردة سن الزواج ارتفع،
بقى ما بين ال 25 وال 35 واللي تتجوز وعندها 18 سنه يقولوا لها انت اتجوزتي بدري ليه يا بنتي؟ صح كده؟ فالدنيا بتختلف باختلاف الازمان واختلاف الاماكن، واضح كده يا جماعه؟ رقم سته، ان النبي صلى الله عليه وسلم اتجوزها سنه كام يا جماعه؟ اتجوزها سنة 2 هجرية، يعني كان بداية التشريع، خدوا بالكم كان بداية التشريع، فكان مطلوب جدا ان واحدة صغيرة تكون داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عشان تسأل كتير وتعرف كتير وتنقل العلم الشرعي ده للأمة. ومن حكمة ربنا، وركزوا معايا، ومن حكمة ربنا ان هي ما تخلفش عشان ما تنشغلش بأولادها وتنشغل بنقل العلم من النبي للأمة الإسلامية. واللي أجمل من ده كله ان ربنا يخليها أحب واحدة لقلب النبي، كما سأل عمرو بن العاص حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من أحب الناس إلى قلبك يا رسول الله؟ قال عائشة: قال فمن الرجال؟ قال أبوها. فكان ربنا جعل حبها في قلب النبي أكتر واحدة، خدوا بالكم، علشان تسأل كتير وتتعلم كتير والنبي يخبرها كتير فتروح تعلم الأمة. ولذلك النبي اتجوزها وعندها 9 سنين ومات وهي عندها 18 سنة، عاش معاها 9 سنين، اتعلمت علم في 9 سنين، وعاشت هي بعد النبي 47 سنة تنقل العلم ده كله للأمة، فنفع الله بها نفعا عظيما. سابع حاجة، ودي آخر حاجة حبايبي، إن الشبهة دي طلعت من كم سنة؟ من حوالي 50-60 سنة. فلو كانت شبهة حقيقية كانت ظهرت من 1000 سنة أو من 1400 سنة، لكنها عمرها ما كانت شبهة. إنما أعداء الإسلام قاعدين يدوروا، والشيطان عمال بيستعمل شياطين الإنس اللي هم أولياءه، وبيقول لفلان: يلا طلع الشبهة الفلانية، وانت طلع الشبهة الفلانية، وانت قول كذا، وانت اعمل كذا. أصبح سرايا إبليس، ما هماش من شياطين الجن بس، أصبح سرايا إبليس كتير منهم من شياطين الإنس. العجيب إن حتى اللي بيثيروا الشبهات دولت ياريتهم حتى كفار أو غير ذا، لا ده أصبحوا كمان من بني جلدتنا. يعني أصبح بعض المسلمين اللي هم بيقولوا إحنا مسلمين أصبحوا بيتبنوا الشبهات ديت وبينشروها بين المسلمين وبيقضحوا في حبيبنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. قلت لكم في بداية الحلقة ما عندناش حاجة في حياة النبي نستحي من ذكرها أو نحاول نداريها عشان الناس ما تعرفش، أو بنتكسف ونوطي راسنا لما حد يقول كده. أبدا، بفضل الله كل حياة النبي صفحة بيضة نقية مشرقة بفضل الله سبحانه وتعالى. عمرنا ما نكسب، بل بنفتخر بكل حاجة قالها النبي أو عملها أو أقرها، بنفتخر بحياة النبي من الألف للياء. اقرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هتلاقوا أعظم رجل وجد على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم. حتى إن الكفار نفسهم لما حبوا يعددوا عظماء الكون كله قالوا العظماء 100 وعلى رأسهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يا مسلمين، بكده ضربنا الشيطان في مقتل، ضربناه بالضربة القاضية في كل جولة بفضل الله سبحانه وتعالى، وقلنا للكون ده كله هو ده حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إني داعم فأمن من قلبك، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشوارع.